السلام عليكم أحبائي التلاميذ، أحبائي التلميذات، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية التشكيلية المقررة كل جمعة. اليوم سوف نقوم بتزيين مسجد بالاستعانة بأربع نماذج من قطع الفسيفساء. كما تلاحظون عزيزات التلميذات، أعزائي التلاميذ، فها هي القطع التي سوف نقوم بالاستعانة بها من أجل تزيين هذا المسجد. كما أننا سوف نقوم بتلوينه باستعمال الأقلام الملونة، ويسعدني صغاري صغيراتي أن أذكركم أن الأقلام اللبدية والصباغ المائية فهي ممنوعة. أشكركم عزيزاتي أعزائي على انتباهكم، وإلى الحصة المقبلة.